الدعم اللي احنا تلقيناه من محافظه البحر الاحمر علشان نقدر نحقق هذا الانجاز، مش للمتحف بس، بس لكافه انشطه المشروع. كان دائما خبارنا اننا نورث جدا من عاداتنا ومواريثنا. اهالي البحر الاحمر يتميزوا بالكرم وحسن الضيافه. ويهمنا البحر الأحمر ظهر إزاي؟ من أول ما البحر الأحمر ظهر إزاي؟ كل فترة كل شكل الكرة الأرضية مرتبط بحقبة معينة. موضوع ان احنا عندنا بعض الحيوانات اللي هي مهدده بالانقراض، الصيادين بيصطادوها وابتدت اعدادها تقل في البحر الاحمر. فكان الفكره من المشروع ان احنا نجيب الحيوانات ديت احنا نربيها، فنقلل العدد اللي بيموت في الطبيعه ونكترها هنا باعداد كبيره، نرجع جزء منها للطبيعه والجزء الثاني اللي بيديه الصيادين يبيعوه فيبطلوا ان هم يصطادوا. فواحده من الحيوانات اللي احنا اشتغلنا عليها البصر، حيوان البصر، الحيوان من الحيوانات اللي هي مطلوبه في السوق العالمي لحاجتين، اما للاكل او عن طريق انها تستخدم في الاكواريوم، في التنكات بتاعه الميه على مستوى العالم. فابتدينا نجيبه من البحر ونربيه. احنا اول سنه نجحنا ان احنا الحمد لله نطلع 500,000 حيوان انتجناهم في المعمل بتاعنا هنا. نص الكميه ديت هيتم تصديرها، اتفقنا اوريدي مع هولندا ان احنا نصدر لهم نص الكميه ديت، النص الثاني هنرجعه للبحر علشان يبقى يعوض الحاجات اللي اصطادوها الصيادين قبل كده. بالحياه البيولوجيه بتاعتها بالترقيق الذاتي دي علشان واحده تعدي وتفضل عايشه، ده فرصتها قليله جدا مع حركه